أنا محمد سيد حارب من دولة الإمارات العربية المتحدة من إمارة دبي من منطقة جميرة وهذا فريجنا. ومثل ما تشوفون فرجاننا هالأيام البيوت بعيدة عن بعض ويمكن الناس صاروا أبعد عن بعض، ولكن من 15 سنة أو أكثر كنت أذكر أني ساكن في فريج صغير، البيوت كانت قريبة لبعض والناس كانوا أيضا متقاربين لبعض في ظل غياب شبكات التواصل الاجتماعي، كنا نزور بعض وكنا نعود بعض. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الله يعود علينا وعليكم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالجار خير، حبينا نطلق وياكم مبادرة إلى جار. للمشاركة في هذه المبادرة ادخل على صفحتنا في الانستغرام واطبع نسختين من هذه البطاقة، بطاقة أعطيها لجارك وبارك لي فيها بمناسبة الشهر الفضيل، وأخرى أعطيها إياها فاضية كي يعطيها لمن يحب. إلى جاري لمجتمع إيجابي.